أول بلد في العالم اللي علق العلامات، العلامات تاع الناس اللي راهي مظلومة، الصحراء الغربية وفلسطين. دوك راني أول علم تاع الجزائر يا خويا. شوف شوف حنا كي تعلقهم هذو واش شكون اللي غادي يهضر معاك؟ الأمن بروحه يفرح بهذا السؤال. السلام عليكم. كيف راكم؟ صافا غاية؟ لاباس. السلام عليكم. لاباس غاية؟ غاية. الألمنيوم؟ إيه. تخدم الألمنيوم هنايا؟ عندي من 2005. 2005؟ إيه. ميتي تاع الألمنيوم؟ الألمنيوم. بالديبلوم؟ كلش. ولا غير تعلمت هكا؟ كلش. عندك ديبلوم؟ عندي. واه باش نفكركم أنا باسكو كي جيت فايت منه لقيت السيد هذا قبل أنا نكون في التلفزيون. على كل حال كان لي بزاف غادي تنيرفا يقول لك كيفاه. انا كنت نخدم في الالومنيوم بكري، حنا كنا نخدموا بالكات ميل ناف سي ميل ناف الدار كلوز. انا عاد قدم انا نحبس من هنا عاد من الالومنيوم نورمال منها الحمد لله. ايه صافا كلاخي روحك لاباس. والله رحمه غايه رحمه علامات والعلامات الدنيا حلقوهم وحدكم بلادنا بلادنا مش ما تكون هكا وحدك تبان لك عبادة. واحد ما قال لك عبادة. واحد ما قال لي واحد ما قال لك هكذا في راسي جهد. كما شفتها شيخ سليم كما تشوفها وطنيه. اي تربي انا شيف وطني راهو. اي تربي. على كل حال احنا الدخله الاولى تاعنا بدينا عند البلاكاج توني، هضرت على الغيام هضرت على الجو. الدخله تاعنا شفتوا الاناره هنا راهي منعدمه في الليل، راهي هنا دائره ولا بلديه؟ دائره عين الحجل. الدخله تاعها ما كانش كاع اضاءه، ما كانش كاع كاع الولايات والدوائر وبلاد. هنا مازال بوطو مازال كي تنحرق لامبا يدخل الزاوش يسكن ديريكت ديريكت. هي هذه فاش مليحه غير الزاوش. راكم دائما قناه وطنيه برنامج دوار. على كل حال احنا بعد فاصل نواصل. احنا رانا في حي 19 جوان. حي 19 جوان وايام.